رئيسيا من تلفزيون شروق مشاهدينا أهلا بكم غدا إن شاء الله الثلاثاء 19 جوليا 2016 مع الفجر نرتقب عموما أجواء مغشاة أو تشكيل بعض الضباب على كل مناطق ساحلية يكون مرفوق ببعض السحب السفلى لكن عموما نرتقب أجواء مغشاة على كل مناطق الشمالية الغربية تمتد أيضا إلى منطقة الصورة نحو الجنوب الغربي كمنطقة بني عباس آه كمنطقة تندوف مرورا ببني عباس نقوم أيضا على مرتفعات الهجر وتصل إلى أقصى الجنوب الجزائري بينما صفا إن شاء الله حميز كل مدن الهضاب العليا الشرقية شمال منطقة الواحات الجنوب الشرقي كمنطقة عين من الناس والصحراء الوسطى خلال ظهيرة يوم غد إن شاء الله ذلك الضباب وتلك السحب السفلى اللي كانت عن مناطق الساحلية راح تلاشى تدريجيا على هذا نرتقب دائما أجواء مستقرة سماء صافية على السواحل الوسطى والشرقيه كل مدن الهضاب العليا الشرقيه شمال الصحراء منطقه الواحات حتى على الصحراء الوسطى بينما تبقى دائما سحب او سماء مغشاه او تلك السحب اللي تكون خلال الصباح راح تزيد تكون اكثر كثافه على كل المناطق الشماليه الغربيه على منطقه الثوره الجنوب الغربي مرتفعات الهجر تصل الى اقصى الجنوب الجزائري راح تكون مصحوبه ببعض الرعود المنعزله على كل مدن الهضاب العليا الغربيه على منطقه تمن سجانات جانات الى اقصى الجنوب الجزائري عندنا يعني تطير للرمال على الصحراء الوسطى على منطقه او شمال الصحراء منطقه هذا درجه دائما الى رياح محليا تقدر تكون قويه درجات الحراره الدنيا خلال الغد ان شاء الله مع الفجر عندنا مقاييس تروح بين 18 الى 20 درجه على كل السواحل الجزائريه 19 الى 22 درجه على كل المناطق الداخليه كغليزان معسكر شلف البويرات تيزي وزو البليده برج بوعريريج قالمة سوق هراس وقسنطينة أيضا على أم بواقي 18 إلى 22 درجة على كل مدن الهضاب العليا فيما يخص الأطلس الصحراوي عندنا مقاييس تروح بين 24 إلى 27 درجة 26 درجة على كل من بني عباس وجنات 24 درجة على تمن راسات أيضا 27 درجة على برج بجي مختار 26 درجة على عين قزام 30 درجة كأعلى مقياس على الخط الرابط بالمنطقة تندوف إلى عين ميناس مرورا بالصحراء الوسطى وصحراء تنزروف خلال ظهيرة يوم غد إن شاء الله درجات الحرارة القصوى تصل كأعلى مقياس إلى 46 درجة بأدرار إذا 45 درجة على عين صالح وعلى الجنوب الغربي كمنطقة تندوف 44 إلى 43 درجة على أقصى الجنوب الجزائري يعني على برج بجي مختارعين الزامعين زوا نفس المقياس أيضا على عين ميناس وإليزي فيما يخص مرتفعات الهجار والطاسي لعنا مقاييس تراوح بين 35 إلى 37 درجة 42 درجة من جهة بني عباس 43 درجة على منطقة الثورة 41 درجة بشمال الصحراء 39 درجة على الواحد فيما يخص المناطق الشمالية عندنا مقاييس تراوح بين 36 الى 38 درجه على كل من خنشلة باريكا سطيف باتنا البيض نعمه مشريه وعين صفراء 36 الى 39 درجه على كل المناطق الداخليه 31 درجه على العاصمه تيبازا بومرداس وشرشات 33 درجه على كل من عنا باسكيك دلقالة جي وبجاية و32 درجة على وهران وبنساف حتى على عين تيموشنت للملاحة والصيد البحري غدا إن شاء الله بح يكون قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي اللي تكون شمالية شرقية على كل السواحل الجزائرية تروح سرعتها من 20 إلى 30 كيلومتر في الساعة دا على السواحل الغربية الوسطى وحتى على الشرقية ختام نشرتنا الجوية يكون كالعادة بالمعلومات الفلكية اللي تهم الجزائر العاصمة وضواحيها وذكر غدا إن شاء الله ثلاثاء 19 جويلية 2016 شروق الشمس يكون بحولها على الساعة الخامسة و43 دقيقة أما الغروب يكون بحولها على الساعة الثامنة وربع دقائق أكثر تفاصيل أكثر معلومات فيما يخص الجو البيئة عليكم غير تواصلوا معنا عبر الشروق أونلاين بوان كوم ولا لاباج فيسبوك تاعنا اللي هي ميتيو تيغ دو سيس الشروق تيفي في فيهم كل ما يخص الجو وحتى البيئة أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة أمسية طيبة مع بقية برامج الشروق إلى اللقاء